السلام عليكم. استخدام الذكاء الصناعي للحماية من التلاعب بالصور بالذكاء الصناعي، ده تطبيق اسمه فوتو جارد، ده متخصص في ان هو بيكتشف الصور اذا كان حصل فيها تلاعب. ده معمول من قبل الباحثين اللي شغالين في الـ MIT، بحيث ان اي صورة بتبدأ ان انت تتعلم عليها وتتأكد ان كانت، لو الصورة دي متاخدة من مكان تاني يبدأ ينبهك ان الصورة دي موجودة في المكان الفلاني، زي ما نشوف مع بعض. لان دلوقتي اصبح فيه بسهوله جدا تقدر من خلال مواقع زي الميد جورني والديل اي تعمل صور، صعب جدا ان حد يكتشف الاصل بتاعها او ان في غلطه او كذا. فلذلك ممكن نستخدم الاداه دي ان هي بتبدا تدور وتكتشف اذا كان في حد خد الصوره بالوجه بالتفاصيل من موقع تاني. فموقع الفوتو جارد وحتى الان في مرحله التجريب بيبدا ان هو يعمل سيرش في الجزء اللي انت هتحدده، يبدأ ان هو يدور في كل المواقع اللي على النت بحيث ان هو يكتشف هل فعلا دي متاخده من موقع ولا دي صور حقيقيه جديده مش موجوده عنده في التخزين بتاعه او صور مخزنه عنده. فالفوتو جارد هيحفظ سلامه الصوره ويتاكد انها مش هتستغل باستخدام خطا وان هو مش هيعمل لخبطه. طيب تعالى شوف ده مثلا موقع اسمه هابينج فيس، ده بيبقى فيه كل الحاجات اللي هي الاوبن سورس الناس بتجربها وتكتشف المشاكل اللي موجوده فيها، وبعد كده هتلاقيها موجوده في مواقع بقى متخصصه كده. ودي البيبر لو انت عايز تقرا البحث اللي عاملاه الـ MIT اهوت، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو بحيث ان انت تجرب. تمام، هنا بيقول لك بقى هترفع الصوره وطريقه الاستخدام، وممكن صوره او فيديو، وممكن تختار بقى صور مثلا موجوده من هنا. طيب بعد ما اخترت الصوره تبدا تعلم على الحاجه اللي انت عايز تاكد منها. انا عايز اتاكد من الوجه دوت، فهو هياخد الوجه بنفس كل التفاصيل ويبدا يقارن بينها وبين كل الصور اللي موجوده في النت. هياخد الوجه بس، تمام، لان هو ده الجزء اللي انا مهتم بيه. تمام، اقول له ابعت، يبدا بقى هو يدور ويبدا يقول لي اذا كانت فعلا موجوده في موقع تاني ولا لا. هي دي الفكره بتاعته. تمام، ممكن تجرب الصور ديت وتتاكد هل فعلا متاخده من موقع تاني ولا لا. طبعا ده مفيد جدا اهو، قال لك الصوره ديت متاخده من الصوره ديت، فخلاص احنا كده اتاكدنا ان الصوره دي مش حقيقيه.